التحدي قوم ودافع عن رأيك والكل سامع، قول لنا الأضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قول لنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي، ايه تحدي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من التحدي. تحدي النهاردة هنناقش قضية من القضايا المهمة جدا واللي ظهرت في الفترة الاخيرة وتخص الاخوة المسيحيين. صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بأحقية الزواج أو بزواج المدعي والمدعى عليه أو طرفي الدعوة زواجا مدنيا أو إثبات هذه العلاقة الزوجية. طبعا ده هذا الحكم يتعارض مع التعليم والأمور الكنسية، مختلفين فيه كثيرا من الناس. في ناس بتقول أن هذا الحكم حكم باطل ليس له أي سند صحيح من القانون وأنه يتعارض مع الشريعة المسيحية طبقا ووفقا للدستور، وهناك جانب اخر يقول لك لا، الحكم عنوان الحقيقه، عندما تصدر المحكمه حكما فيعني اكيد بحثت هذا الحكم بحثا يقينيا وتيقنت عما اذا كان يتوافق مع الدستور او غير ذلك. وجهتي النظر لهما يعني قدر كبير من الاحترام، لكن هذا الحكم بلا شك احدث يعني كثير من الجدل داخل الشارع المصري عامه سواء مسيحي او مسلم. اعتقد هذا الحكم يعني ناس كتير جدا بتتناوله وبتتكلم فيه. سعدنا وشرفنا النهارده في هذا اللقاء الحديث حول هذا الموضوع الاستاذ سعيد عبد المسيح المحامي ومدير المركز المصري للتنميه وحقوق الانسان. اهلا بك يا استاذ سعيد. اهلا بسعادتك، شرفنا وبنورك، ربنا يخليك. سامح بيك. معايا ايضا على الجانب الاخر الاستاذ كرم غبريال المستشار القانوني والمحامي. اهلا بك يا استاذ. اهلا بحضرتك، شرفنا يا استاذ. اهلا بيك. اسمح لي يا استاذ كرم ابدا مع الاستاذ سعيد. اتفضل يا فندم. يا استاذ سعيد، الحكم الذي صدر احدث كثيرا من الجدل في الأوساط المصرية جميعا. تمام. مسلم ومسيحي. تمام. تعليق حضرتك على هذا الحكم. والله هو الحكم يعني هو انتصار للدولة المدنية وعدم خلط الدين بالدولة واحترام أحكام القضاء وإعلاء دولة القانون. تمام. الكنيسة هذا الحكم مش ملزم للكنيسة، لكن حرية العقيدة والمواطنة بتكفل أن لكل مواطن أن يقيم طقوسه الدينية من عدمه. يعني في حرية، اللي عاوز يقيم الطقوس الدينية أهلا وسهلا بيه، اللي مش عاوز يقيم الطقوس الدينية براحته، لا بنكفره ولا بنجرمه ولا كذا. فالطقوس الدينية في الكنيسة في مشاكل كتيرة قوي حصلت ما بين ناس حصلت على أحكام بالطلاق والكنيسة لم تقوم باستخراج التراخيص أو التصريح بالزواج التالي. تمام. فالحل إيه؟ حل الإشكالية دي اللجوء للقاعدة اللي بتطبق على كل المصريين إن هم يلجأوا للمحكمة المدنية. مين؟ توفرت فيهم الشروط الشكلية والموضوعية للزواج بشرط السن والرضا والقبول، ومفيش موانع للزواج. أوكي، اتجوزوا بعيد خالص عن الطقوس الدينية، فمن حقهم ان هم يثبتوا هذا الزواج، من حقهم ان 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 ما يسفر عنه هذا الزواج من ابناء ان هم يكون ليهم ينسبوا لابيهم. من حق الزوجة ان هي تأمن على نفسها وعلى حقوقها الزوجية بدل ما يظلوا في الخفاء. وجاء هذا الحكم انتصار لهذه الحقوق. طيب ننتقل للاستاذ كرم. يا أستاذ كرم، أعيد طرح نفس السؤال على حضرتك، ما تعليق حضرتك على الحكم الصادر من القضاء؟ مع احترامي الشديد للأستاذ سعيد، وأنا الأستاذ سعيد أكن له كل احترام وتقدير، وهو زميل فاضل وله باع طويل في الدولة المدنية وفي منظمات حقوق الإنسان، وله باع طويل في قضايا اضطهاد الأقباط بصفة عامة وغيره يعني، وله مني كل الاحترام والتقدير. أما بخصوص هذا الحكم، أنا أستطيع أن أحتمل أي كلمة تعبر عن هذا الحكم إلا كلمة زواج. إلا كلمة زواج، يعني أنت بتسميه أي شيء غير الزواج. مع احترام العظيم لطرفيه، سميه امرأة وافقت أن تعيش مع رجل،
سميه رجل وافق ان يعيش مع امراه. طب اسمي لي يا فندم اذا كان في حكم محكمه هو اللي بيقول كده، حكم يعني اذا كان هناك حكم محكمه عليا ان يعني التزم به حضرتك القانون يا استاذ. تمام. حكم المحكمه على عيني وراسي اقيم له كل احترام وتقدير، لكن كل الذين يعملون في الحقل القضائي والقانوني بدايه من وزير العدل لاصغر حاجب ولاصغر موظف في المحاكم المصريه يرى ويسمع كل يوم عشرات الالاف عشرات الالاف تصدر من الاحكام ويتم الغائها في محكمه الاستئناف ويتم بطلانها في محكمه النقض او في محكمه الاستئناف. بمعنى في صلب الموضوع وفي سياق ذات نفس الموضوع، بدايه الزواج في المسيحيه يعني سر من اسرار الكنيسه السبعه المقدسه. تمام. الزواج في المسيحيه كلمه زواج يعني داخل كنيسه وله شروط طبقا للائحه. بس قبل ما ندخل في الشروط ومع احترامي الكامل للحكم، المحكمه الدستوريه العليا في مصر هي المنوط بها دون غيرها الغاء ليس الاحكام، الغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور. تمام. وبناء عليه مع احترامنا العظيم للدستور الحالي ومع احترامنا العظيم لنص الماده الثالثه من الدستور في الدستور الحالي المصري المعمول به حاليا التي قررت ان مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمه لاحوالهم الشخصيه وشؤونهم الدينيه واختيار قيادتهم ده الدستور الحالي. ومعنى دستور، وحضرتك تعلم علم اليقين وكل الساده المشاهدين، دستور هو الوثيقة العظمى في البلاد التي تحدد وتنظم العلاقة بين الدولة والدول الأخرى وبين جميع سلطات الدولة. طيب احنا بشكل عام بعدنا عن الدستور، خلينا في صلب الموضوع. يعني الأستاذ سعيد قال لك ده انتصار للدولة المدنية وانتصار، يعني استسمحك اكمل، هناك تلميح بأن يعني انتصار للمدنية في الشارع المصري. لا ده كلام وسيس الموضوع، ده يعني كلام خرج بيه من عباءة الدين الى عباءة التسييس. للمرة المليون مع احترامي الشخص الأستاذ سعيد، هذا الكلام احنا لا نناقش شخص الاستاذ سعيد. ايوه هذا الكلام عاري من الصحه. ليه؟ تمام. المحكمه الدستوريه العليا في الحكم رقم 201 لسنه 20 قضائيه الصادر بجلسه 6 يناير 2006 وده احد الاحكام. تمام. تواترت الاحكام الصادره من المحكمه الدستوريه العليا ومحكمه النقد على ان القواعد الموضوعيه الواجبه التطبيق على غير المسلمين المتحد المله والطائفه هي تلك الوارده في شريعتهم الخاصه. بمعنى ان الدوله المصريه ممثله في اكبر هيئه قضائيه في مصر بل في الوطن العربي اباحت وقررت واطلقت حريه العقيده المسيحيه في موضوع الزواج وخلافه طبقا لاحكام المحكمه الدستوريه. نطبق هذا الكلام نجد ان اللائحه الخاصه وهو قانون الاقباط الارثوذكس الزواج، ولو حضرتك عايز تعرض الكلام ده في الكاميرا نعرضه، ده شيء يشرفنا. الزواج واجراءات عقد الزواج ماده 32 قبل مباشره عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا باتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبه. ماده 33 يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على ترخيص المنصوص به على ماده كذا كذا كذا. واهم جزء حسابتك وده اخر نقطه في هذا السياق، إثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية. بدون هذه الصلاة لا زواج. سميه أي مسمى أنت عايز تسميه، وأنا بكل شرف وفخر. بس المحكمة سميته زواج يا أستاذ كرم. المحكمة أخطأت وأنا أقول وأجاهد. يعني هل تحاكم، هل تقاضي المحكمة في حكم أمام شاشات الإعلام وتقول المحكمة أخطأت؟ مش شاشات. كيف المحكمة أن تخطئ؟ المحكمة أصدرت حكم باسم الشعب، حضرتك تيجي هنا تقول المحكمة أخطأت؟ ما حضرتك أنتوا جايين نناقش الموضوع. أي يا فندم إحنا نناقش الموضوع لكن لا نناقش الحكم بأن المحكمة. أنت راجل قانون يعني. أمال حضرتك شايف إن يعني شايف إن المحكمة أخطأت؟ طبعًا. هذا مجاله. هذا الحكم خطأ. خطأ. طبعًا. طيب كلام جميل. ويجوز الطعن عليه. ويجوز الطعن عليه. لأنه مخالف للشريعة. كلام جميل. يا أستاذ سعيد حضرتك تحصلت على حكم خاطئ ويعني قلت ان الدولة المدنية وانتصال للدولة المدنية. طيب. وكأنك يعني تعاند في الكنيسة او يعني واخد اتجاه عكس الكنيسة، كيف لك ان
تسعى الى هذا الحكم بعيدا عن الكنيسه. طيب انت بتخالف تعليم الديانه؟ لا انا يعني تعليم الديانه في حريه عقيده، نرجع للثوابت، في حريه عقيده وفي حريه ممارسه الشعائر. لا يجبر، لا تجبر مؤسسه دينيه في مصر، انا بتكلم على الكنيسه، ان هي لمسيحي ان هي تجبره على اتمام الطقوس. تمام. الاستاذ كرم بيتكلم عن احكام محكمه النقض بان الزواج المسيحي اللي هو الكنسي اللي ما تمتش فيه الطقوس الدينيه فهو باطل كنسيا. بس انا ما طلبتش كده، القصه كلها ان هذا الزواج مدنيا وانا طلبت توثيقه بدعوه والحكم صحيح بنسبه 100%. انا الحكم مش خاطئ؟ لا مش خاطئ خالص، لان انا ما قلتش ان هذا الزواج كنسي. فالاحكام اللي بيقولها احكام محكمه النقض، احكام دستوريه، وان كانت دستوريه ما طلعتش عليها والدستور، بس الدستوريه انا قصه الدستوريه دي لسه ليها تفصيله كده. والدستور ساعتك الماده الثالثه، الماده الثالثه القاضي زي ما حضرتك عارف والكافه عارفين انه لا يطبق دستورا، القاضي يطبق قانون. طيب هو بيطبق قانون بما لا يخالف الدستور يا استاذ سعيد. لا يطبق، لا وما طعن يا فندم، لا بيطبقه، يطبق قانون بما لا يخالف الدستور. يا سعاده، هو هنا الحكم خلف الدستور يا استاذ كرم، حضرتك محامي كبير وقد الدنيا. العفو. ال 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 عندما يكون القانون يخالف الدستور بيطعن عليه بعدم الدستوريه، فالمحكمه الدستوريه تفصل في هذا الامر. لكن ما دام الامر ده ما حصلش، مفيش قاضي بيطبق دستور، هو بيحلها لو في شبهه مخالفه الدستور لنص قانوني معين سواء حول شخصيه او كذا، بيحلها المحكمه الدستوريه ويستنى ينتظر الطعن. طيب اذا كان هذا الحكم صدر فالكنيسه مش هتعترف بيه. احنا مش هعمل ايه اعمل اللي معاك. لا ايه المشكله؟ خلاص يبقى انت اللي تحصلت عليه، ما اللي عايز يتجوز خارج الكنيسه ما يتجوز، واللي عايز يتطلق بره الكنيسه يتطلق، واللي عايز يعمل اي حاجه ما يعمل. طب ما ده الكنيسه بيحصل. الكنيسه مالهاش علاقه خلاص. يعني ليه بقى الضجه التي صدرت حول هذا الحكم؟ ما انا مش ويعني حضرتك صاحب الحكم، حضرتك كنت يعني من احد الناس اللي بتثير هذه الضجه بهذا الحكم. انا اللي رفعت الدعوه. تمام. عندما امتنعت الكنيسه عن اصدار يعني تصريح بالزواج الثاني لمسيحي. طب هل الكنيسه بتمتنع تعنتا ولا وفقا لشرائعها؟ لا وفقا لشرائعها، ومحدش دي مش ملزمه وفقا لشرائعها، بس محدش يرجم من اراد ان يتزوج مدنيا. يعني الكلام بتاع الاستاذ كرم معنى كده ان الكنيسه لا تعترف باي مسمى للزواج طالما ما تمتش الطقوس الدينيه، على الرغم ان هناك اكثر من كنيسه، في ثلاث كنائس ارثوذكسيه وبروتستانت وكاثوليك. انا اناقش الارثوذكس يعني الارثوذكس المعنيين بهذا الملف. طيب هل نقدر نقول ان الارثوذكس لا يعترفوا بزواج الكاثوليك او البروتستانت مع ان هناك فارق في اتمام الطقوس؟ فالفكره في ايه؟ انها لا تعترف بالزواج الذي تم خارجها سواء كان في الكنيسه او في المحكمه او كذا، لكن لا تنكر وجوده في المجتمع. طيب اذا هذا الحكم له حجيه ضد الكنيسه؟ بس قبل ما تجاوب خلينا ناخد فاصل قصير جدا، ناخد فاصل قصير جدا اعزائي المشاهدين ونرجع لحضراتكم مره اخرى فانتظروا. نائبات، طبعا احنا استوثقنا من المعلومه من الاستاذ سعيد بانه حكم نائبات، وحتى يعني صدرت قسيمه الزواج واصبح الحكم لا يجوز وغير قابل للطعن عليه، عشان بس نبقى واضحين هو صادر من محكمه الاسره. قبل ما انتقل للسعيد، سؤال للساده المشاهدين، هل تؤيد الزواج المدني للاقباط؟ هل تؤيد الزواج المدني للاقباط؟ اعتقد ان الزواج المدني من يعني الامور الشائكه في الشريعه المسيحيه. الزواج المدني قد يكون هناك فئات كثيره جدا تؤيده، لكن الشريعه نفسها او التعليم المسيحيه ترفض الزواج المدني. كان كلامي او حديثي مع الاستاذ سعيد. يا استاذ سعيد، كيف لك ان تتحصل على حكم ينافي تعليم المسيحيه، ينافي تعليم او ينافي اللائحه الخاصه بالزواج عند المسيحيين، وانت راجل مسيحي قبل ان تكون راجل محاميا ولا ايه يا استاذ سعيد؟ لا يا فندم، انا مواطن مصري ومتمسك بالمدنيه والمواطنه، وحصلت على توثيق هذا الزواج امام المحاكم المصريه. يعني تنفي دور الكنيسه يا استاذ سعيد؟
لا انا ما فيش دور الكنيسه بس من اراد اصلا زواج مدني والمواطنه و و و و وعندما تاتي سيره الكنيسه حضرتك بتبقى يعني تقول لا انا مواطن مصري وتبتعد عن هذا الامر وهذا الحديث. تمام. هل تنفي دور الكنيسه في هذا الامر في الجواز المدني؟ أه؟ انفي، لان انا اول حاجه لا بلزم الكنيسه بيه ولا الكنيسه اصدرت بيان بانكاره من المجتمع، لكنها لا تعترف به كنسيا. انت بتعمل ايه؟ بتطبق القانون الكنسي. هو مش زواج يا استاذ سعيد. لا مش زواج بالنسبه لحضرتك. طب ممكن اسال حضرتك سؤال في الجزئيه دي؟ اه. هل هذا الزوج وهذه الزوجه مع كامل احترام وتقدير لهم كبشر، هل يحق لهم التناول من الاسرار المقدسه كنسيا؟ لا. هل يحق لهم بس ممكن الاطفال ثمره هذا ثمره هذه العلاقه يا فندم؟ مش حضرتك زواج أبداً. مش حضرتك ثمره هذه العلاقه هيتم تعميدهم في الكنيسه؟ يعني بعض طبعا بناء على ايه؟ لا بناء على حضرتك مش كنيسه. حضرتك ما تتكلمش وما تدخلنيش في الاطار الديني يا استاذ كرم. مش زواج كنسي ليه حضرتك؟ ازاي الكنيسه تعترف بثمرة هذا اقول لك انا هذه العلاقه؟ لا اسال حضرتك في موضوع ان الاولاد معترف بيهم ولا لا. الاولاد لا يسالوا عن اخطاء والديهم. نفترض ان هم اخطاء. حضرتك اعترفت انه اخطاء. حضرتك بتعترف انه خطا كنسيا؟ طبعا ده خطا. فانا عاوز اقول لحضرتك حتى يا فندم حتى ابن، يعني لو في ابن يعني ملوش اب، ابن زنا يعني ما يعرفوش ابوه مين، فبيمارس الطقوس الدينيه، فارجع للمبدا المبادئ الاساسيه اللي هي شخصيه العقوبه. نفترض ان في عقوبه كنسيه هتوقع، وعلى فكره الكنيسه لا قالت هنوقع عقوبه ولا ما نوقعش الى هذه اللحظه، وحضرتك راجل مهني محامي مالكش صفه ان تتكلم عن الكنيسه. تمام. ولا تقول الكنيسه مباركه يعني ولا مش مباركه. يعني انا بسالك. لا ما انا بقول لك على مفهومي بقى كمسيحي. لا اتحدث باسم الكنيسه بس انا بتحدث بصفتي شخص مسيحي. طبعا انا يعني حضرتك كده بتضع هؤلاء الاشخاص اصحاب الحكم بتضعهم في حرج شديد جدا جدا جدا. مين اللي وضعهم في حرج؟ الحكم ولا الاستاذ سعيد؟ وهو الاستاذ سعيد كان هيصدر حكم من غير الاستاذ سعيد. بس الاستاذ سعيد سين او صاد او عين اي مكان حركت. انا حركت الدعوه. حركت الدعوه. يبقى الكلام منصب على حضرتك. لو كنت حركت الدعوه. لا حركت صب الحكم على الكلام على الحكم. يا سيدي الفاضل هذا الحكم فاقد لاركانه. يا فندم ازاي حكم نهائي بات يا استاذ كرم؟ حكم نهائي بات تقول لي فاقد لاركانه؟ طب انا الحكم نهائي وبات وصدر تقول لي فاقد لاركانه؟ ازاي فاقد لاركانه؟ يعني حكم عشان يتعارض مع هو حضرتك فاقد لاركانه؟ لا 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 حضرتك هتجاوب على السؤال ده بصفتك شخص مصري مسلم. تمام. ذات نفس القاضي وذات نفس المحكمه مع كل الاحترام والتقدير لهم، لو ذهب اليهم الاستاذ سعيد ومعه عقد زواج، كل اللي هيتغير بس في البيانات الزوجه ديانتها مسلمه والزوج مسيحي، كان القاضي هيثبت لهم هذا الحكم؟ يا ريت حضرتك تجاوبني. لا في النظام العام. لا اجاوب. ليه؟ تمام. لانه مخالف الشريعه الاسلاميه. مخالف النظام العام. وما ينفعش واحده مسلمه تتجوز مسيحي. تمام. نفس الوضع، ما ينفعش واحد مسيحي يتجوز من غير الكنيسه. تمام. ما ما ما, ما اسموش زواج. طب ما ترد على الكلام ده. ارد على الكلام. رد على الكلام. المرجع بتاعنا القانون. مع احترامي للحكم. مع احترامي للحكم. بس هو مش حكم. طيب تمام. مش حكم. مش حكم. حكم فاقد لاركان مقاوماته. هو الحكم يا استاذ سعيد. حضرتك بتقول كده يعني تقدر ان حضرتك تلغي هذا الحكم وتفرق ما بين الزوج والزوجه؟ حضرتك لغايه هذه اللحظه اللي بنسجل فيها على الهوا ما اعلنتش صوره الحكم ولا صوره عرض الدعوه. اعلنوا لمين يا فندم؟ ما عنديش علاقه بالاستاذ اشرف ادوار طلبوا منك من كام يوم على الفيسبوك وانا والاستاذ. يطلبوا مني ليه؟ ده خصوصيه. استاذ رفعت ما انت جاي بتتكلم فيه في قناه فضائيه على الهوا. خصوصيه يعني ايه؟ يعني في ومن ساعتين كنت في قناه فضائيه بتتكلم على ذات نفس الحكم. طيب اديني فرصه اتكلم بعد اذنك. اتفضل. حضرتك عارف ان حضرتك فضل. لما تيجي تطعن على حكم، انا حصلت على حكم انا بيني وبين سين من الناس، تمام؟ حصلت على حكم مثلا طلاق، هل حضرتك تقدر تطعن وحضرتك اجنبي عن الحكم تطعن على هذا الحكم؟ لا ملوش صفه. مالكش لا صفه ولا مصلحه. انت عارف حضرتك فحضرتك ما تقدرش بقول الحكم ده اذا كنت معترف بيه انه حكم وانا بقول الكلام ده مسؤول عنه امام الله وامام الناس. انت بتميز وانت تدعي انك مناصر للدولة المدنية، انت تميز وتفرق بين الزوجة المسلمة والزوجة المسيحية في مصر. لا هرد عليك. لان الزوجة المسيحية المسلمة ما تقدرش تعقد هذا الزواج على زوج مسيحي. الشريعة تمنحها وده حقها. تمام. الزوجة المسيحية نفس الوضع. هرد ما تقدرش تتجوز خارج الكنيسة. هرد عليك. انت بتشجعها على ده. خلاص بعد ما خلص كلامك انا اتفضل. انا خلصت.
الاستاذ سامح رد على حضرتك وقال لحضرتك النظام العام، حضرتك ما تعرفش ان قانون الاحوال الشخصيه رقم واحد لسنه 2000 يعني ما يعرفش. انا جايب لك راجل محامي تقول له ما يعرفش. لا انا بقول له يعني بقول له يعني راجل يعني بذكره تمام. بذكره بالماده تمام. اشكرك للتذكره. لا حضرتك عارف عشان برضو من شكرا على التذكره. حضرتك عارف ان القانون واحد لسنه 2000 الماده 3 فقره 2 بتطبق قانون الاحوال الشخصيه و بتطبق نصوصه بتصدر الاحكام بناء على هذا القانون. وان لم يا فندم ما تعرضنيش بعد اذنك. اتفضل. فالقانون ده عندما لا يجد القاضي نص يطبق ارجح الاقوال لمذهب الامام ابي حنيفه. تمام. تعال بقى في الشريعه الخاصه. وكانت مش موجوده حاليا اللائحه، اللائحه الخاصه بالمسيحيين معطله من 2008. بس خلينا نفترض ان هي كانت موجوده. لان القانون صدر في 2000 قانون واحد سنه 2000 فيطبق الشريعه الخاصه بشروط باجتماع ثلاث شروط. اول حاجه اتحاد المله والطائفه. ثاني شرط ان هم يكون ليهم جهات مليه منظمه. ثالث شرط اللي قاله لك الاستاذ سامح النظام العام. تعال نرجع للاتفاقات والمواثيق الدوليه. العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه اباح فكره الزواج بشرط السن والرضا والقبول، ومفيش اي مانع من الموانع. بس مصر لما وقعت على على هذه الاتفاقيات اللي بتاخد مرتبه القوانين وفي مرتبه ادنى من الدساتير وبتلتزم بيها الـ وهو ده 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 القانون الانساني الشرع الدوليه القانون الانساني. لا انا هرجع تاني لمصر تحفظت على هذا الامر بان انها تنفذ هذه الاتفاقيه الدوليه داخل مصر بشرط الا تخالف الشريعه الاسلاميه. طيب. والا تخالف النظام العام. طيب كلام سعيد. طيب خلينا يا استاذ سعيد، طب انا لو انا حضرتك عملت عقد زواج عرفي او عقد زواج مدني كيفما يترى لحضرتك وما لجأتش للمحكمه، خلاص ايه مشكلتك؟ مفيش مشكله. بس احنا ايه مشكلتك؟ ليه بقى لجأت للمحكمه ولجأت للقضاء وفي نفس الوقت انت بتقول لي انتصار للدوله المدنيه؟ طب ما تتجوز يا سيدي بعيد عن الكنيسه. الناس مش عاوزه تقبض عليها، مش عاوزه يكون العلاقه تقبض عليها. ايه يا فندم؟ ما انا هقول لحضرتك على حاجه. انا الورقه النهارده اتقطعت، ورقه عرفيه اتقطعت. لا انا عاوزها علاقه يعني رسميه شرعيه حصل فيها ويبحث فيها القاضي عن الشروط الشكليه والموضوعيه للزواج. شرعيه ازاي يا فندم؟ اذا كانت الكنيسه قالت لك دي مش شرعيه. لا شرعيه بالنسبه للقانون. شرعيه القانون يا فندم ما نتكلمش على. هو ممكن شرعيه القانون تختلف مع شرعيه الكنيسه؟ طبعا ده اثبات. ده قواعد اثبات. انا بثبت مثلا على سبيل المثال في محكمه الاسره وقعت الموت الحكمي. تمام. انا مال الكنيسه ومال مال اي دور عباده ان كان ازهر او كذا، ان انا بثبت. طيب. هذا الامر. طيب خلينا ناخد اتصال معانا الحاجه سناء. يا حاجه سناء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حاجه. حياكم الله جميعا. انا هتكلم في نقطتين بسرعه. اتفضلي يا فندم. اولا احنا عندنا المسيحيين في الاسلام مكرمين في القران. ربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والرسول عليه الصلاة والسلام سمح لوفد نجران اللي هو المسيحي أن يقيموا شعائرهم في المسجد، نعم بصفة غير دائمة ولكن لم يمنعهم. النقطة الثانية، محكمة الأسرة حكم نهائي بات، نعم أؤيد الزواج المدني للأقباط وقد أخذ به بعض الأقباط في الخارج. والأستاذ اللي بيقول إن هو زعلان ويتنافى مع التعليم الكنسية، أنا عايزة أقول له نحن كمسلمين نحرم الخمر ونحرم لحم الخنزير وهو من صحيح ديننا، فماذا نفعل نحن كمسلمين متدينين في دولة مسلمة؟ هناك أحكام مدنية كثيرة نستسلم لها ونحن لها كارهون. تمام. وشكرا جزيلا. شكرا للحاجة سناء. طب أنا حابب. طب ممكن أعقب بس؟ اتفضل عقب يا فندم. مع احترامي لكلامها وكلامها على عيني وراسي، نحن أيضا في الشريعة المسيحية نحرم الخمر والخنزير. لا 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 هي قالت لا هي مقصد حديثها ما قالتش كده. هي مقصد حديثها أن هناك أحكام قد تصدر مخالفة للتعليم وقد تصدر احكام مخالفه للشرائع. اذا فعليك احترامها. وقالت احنا بنستسلم لهذا الامر. تمام. يعني هي بتدعوك الى احترام هذا الحكم يا استاذ. تمام. انا بس مع احترامي للحكم الاستاذ سعيد دلوقتي استشهد بالقانون واحد لسنه 2000. تمام. مظبوط ولا انا بيتهيألي؟ تمام. نص القانون اللي حضرتك بتستشهد بيه اعطى الحق لمعالي المستشار النائب العام بالطعن على اي حكم
مخالف للقانون من حق النائب العام يطعن عليه بالبطلان ولو امام محكمه النقض. تمام، لو في خطا في تطبيق القانون اذا كان الزهو هو لسه هنقول في خطا ولا مش خطا. لا سيما فاضل تقول هو لو حصل الخطا سيدي الفاضل اعمل ده انه مخالف للشريعه. يعني انا بدأ يكفي انه مخالف للشريعه المسيحيه على راسي من فوق. حضرتك اعمل وحضرتك بنفسك معترف انه مخالف لقوانين الكنيسه. انا مالي وانا لجأت للكنيسه ولا قلت الكنيسه اعترف بيه؟ يا سيدي انت لم تلجأ للكنيسه ولكنك استصدرت واستحصلت على حكم مخالف لشريعه الاقباط الارثوذكس. كده بقى معنى هو في اكبر من كده مخالفه للكنيسه يا استاذ سعيد؟ معنى كده ان الاحكام المعكوسه باثبات الطلاق كده مطعون عليها برضو امام النائب العام. يطعن النائب العام؟ لا لما حضرتك بتقول حد يقدر يقول النائب العام يطعنش اثبات الطلاق استاذنا هي مسموح بيها ومتواتره في القضاء المصري. حضرتك تراها خطا؟ ترى اثبات الطلاق خطا؟ اثبات واقعه ميلاد اثبات تراها خطا ولا تراها صحيحه؟ ترى من ناحيه من الناحيه القانونيه ترى اثبات الطلاق 100% خطا ولا صحيحه؟ واتحدى صحيحه قال لك صحيحه بكل حب اي زميل محامي سواء كان يعني بصرف النظر عن ديانته ايه يطعن في هذا الحكم. اي قوه واي سلطه تفرق ما بين اثنين توفرت فيهم الشروط الشكليه والموضوعيه قانونا وارادوا اثبات هذه العلاقه الزوجيه وتوثيق عقد بموجب الحكم ده عقد زواج عرفي. مفيش زواج عرفي في الديانه المسيحيه يا استاذ سعيد. مفيش زواج عرفي في الديانه المسيحيه وتم توثيق هذا الزواج في مصلحه الاحوال المدنيه تم استخدام وثيقه رسميه. اوكي ده يضفي عليه مشروعيه طبعا قانونيه طبعا طبعا. طيب انا يا استاذ كرم وحضرتك جاي تتحدث عن الحكم ولا تتحدث عن التعليم والشرائع؟ انا جاي انت حضرتك بتقول ان هذا الحكم منافي للشريعه المسيحيه طبعا. الاستاذ سعيد وغير حضرتك استاذ سعيد انا ماليش علاقه بالكنيسه وماليش علاقه بالشريعه المسيحيه. ده حكم وفقا للاشكال القانونيه او الشكل القانوني توفر فيه الصفه وتوفر فيه لم يتوفر. المصلحه سيد الفاضل لم يتوفر. انا امام حكم صدر لم يتوفر صدر بالخطا لم يتوفر. الزوجين دول مسيحيين ولا مش مسيحيين؟ مسيحيين. مفيش زواج عرفي في يعني حضرتك لا تعترف بهذا الحكم؟ طبعا ليس له حجيه عند حضرتك طبعا ومن حق النائب ليس عنوان الحقيقه في طبعا عنوان الحقيقه بين طرفيه فقط ولكن ليس الكف. بص معليك فيما قاعده قانونيه تقول وتقرر العبره بحقيقه الواقع وليس بما سطر في المستندات. بتكلم في القانون ده اذا كان قانون لازم نعترف بالاحكام دي. طب هو يعني تاتي القانون كيفما تشاء وتبتعد عنه كيفما تشاء. سؤال لمعالي لو النائب العام طعن على هذا الحكم وتم الغاء هيطعن ازاي؟ ده حكم نهائي بات والجواز تم ازاي؟ اصلا يعني الزواج تم النائب العام مع القانون مع صحيح القانون يتفق يا استاذ سعيد مش متباشر لو كانوا دول مش مسيحيين لكن هم يدينان بالديانه المسيحيه. طب فصل لي والديانه المسيحيه الشريعه المطبقه في المحاكم. انا بصرف النظر عن موضوع اي المحكمه الدستوريه بصرف النظر عن موضوع الدين بصرف النظر عن الموضوع يعني ايه بصرف النظر, النظر يعني ايه بصرف النظر هقول لحضرتك سامح بيه. لا ما انا مش هل الكنيسه هتعدي ما تعديش دي مش يعني ايه يعني ايه حضرتك بتصدر حكم في صميم الشريعه في صميم الشرع في صميم التعليم والعقيده وتقول لي بصرف النظر عن الدين؟ هو مش مجرم يا فندم. اي دين يا فندم كده اي دين يسمح لك انك تقول انا بصرف النظر عن الدين؟ الديانه المسيحيه لم تجرم الافراد الرجل والمراه الذين تزوجوا بدون لم ايه لم إيه؟ لكن لكن, لا لكن حرمت لا هي قالت مش هتقبل لم تجرم ولكنها حرمت. لا ما حرمتش يا سيدي ما النص اهو لا اجتهاد مع صراحه النص يا استاذ سعيد. لا لا زواج بدون الكنيسه هقول لحضرتك ولا زواج بدون كاهن في المواريث مسحه الروح في القدس. عندك حاجة في الشريعة المسيحية بتنظم مواريث؟ ده مش موضوع الحلقة. لا ما هي محكمة الأسرة اللي بتطبق. لا ده مش موضوع الحلقة. لا مش محكمة الأسرة مش موضوع الحلقة. عشان حاصل من على حكم محكمة الأسرة ساعتها تقدر حضرتك تقول أنا الحكم ده باطل لأن ما بيطبقش الشريعة المسيحية في المواريث. الحكم فاقد لمقاومات يا فندم حضرتك تطبيق الشريعة الخاصة بنظام ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس والدولة المصرية والقضاء المصري. حضرتك ما بتتكلمش والدستور أهو حضرتك ممثل عن الكنيسة ولا القانون عشان كده أسمع أنا فيه. ممثل عن نفسي ده دستور مصر ولا مش دستور مصر؟ دستور القاضي لا يطبق دستور سعيد أنت معترف بدستور مصر ولا لأ؟ نص المادة الثالثة ده
مش ده الدستور اللي احنا صوتنا عليه في عهد السيسي؟ استاذ سعيد مش معني يا فندم بالموضوع ده. المحكمه المعنيه، المحكمه المعنيه لا والتشريع اين القانون؟ هو بصفه محامي مش معني لسه ما جاش احترام القانون والدستور. لا مش معني يا فندم ولا يخترقوا. لا مش معني عشان الحكم جه لمصلحته. ولا اخترق ولا المحكمه اللي اخترقت من وجهه نظر حضرتك؟ من وجهه نظري المحكمه اخترقت الدستور؟ طبعا تجاوزت الدستور. ما بتطبقش دستور يا استاذ كرم، اي محكمه تطبق الدستور. بتطبق ايه المحكمه؟ القاضي الطبيعي يطبق قانون. والقانون لابد ان يكون لا يخالف الدستور. هو فين القانون اصلا بتاع الاحوال الشخصيه؟ ما قدامك اهو، ما اللائحه نص الاهل 138 وتعديلها الصادر في 2008 ده قانون خاص. ومحاكم النقد والمحكمه الدستوريه قالت القانون الخاص يقيد العام. ده مش قانون يا فندم، ده لائحه. ما هي اللائحه دي تعتبر هي قانون. عندما لا يوجد نص في القانون تطبق اللائحه، لان ولا يجوز تطبيق قانون غيره في اللائحه في مرتبه ادنى من القوانين. سعيد بيه، طب ممكن اتعلم من حضرتك؟ دي لائحه يا فندم. طب اللائحه دي تكتب لي عليها لائحه. لو يطبق القاضي يطبق القانون ولا يطبق اللائحة؟ طب لو مش هنطبق القانون عندما لا يوجد قانون يطبق ايه؟ يعني المسيحيين كده ماشيين غير قانون، ما لهمش قانون. عشان في ناس افتت برضه ولا مش ده القانون اللي للاسف قانونيين وقالوا طب خلينا قبل ما نسمع الفتوى ناخد فاصل قصير جدا احنا مشاهدين نرجع لحضراتكم مرة اخرى. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفصل، وقبل ما انتقل للاستاذ سعيد هنشوف تقرير خاص بالزواج المدني، مدى اعتراض الناس او مدى قبول الناس لهذا الزواج. هنشوف التقرير مع حضراتكم ونرجع لحضراتكم مره اخرى. هو في النهايه اتجوزه مرتين، وكنت انا بتفق مع الكلام اللي قاله الاب رفيق جريش ان يا سيدي اعمل له عقوبه، اعمل له عقوبه سنه ولا شهرين ثلاثه ولا. وبعدين يعني هو ما هي الزنا خطيه والكذب خطيه والطمع خطيه، والكنيسه مش متحف للقديسين، الكنيسه مستشفى للخطاة. يعني الكنيسه ما كلنا كل البشر خطاة. فعشان كده ما ينفعش ابص لواحد يتجوز مدني ده خاطي. طب واللي بيكذب والمتكبر والطماع ما ده خاطي برضه يعني. ما وكلنا بقى مش هنقعد بقى نبص لبعض عشان كلنا في الهوا سوا يعني. فالكنيسه لازم تعيد قراءه النص الديني، والدوله لازم توجد حل زواج مدني. وهنا انا الحقيقه بتبنى الكلام اللي قاله المستشار سمير تناغو. المستشار سمير تناغو الراجل قال حل توفيقي. طبعا هو شايف ان الدوله يعني صعب انها تعمل جواز مدني على اطلاقه لاسباب كتير يعني. فالراجل اقترح مقترح وانا شايفه الحقيقه يعني كويس وسهل يتعمل. الراجل اقترح انه يكون في موظف في الشهر العقاري، والراجل ده يعمل عقود زواج للمسيحيين متحدي المله بدون الرجوع للكنيسه، كما يحدث ما بين في حاله زواج المصريين بصفه عامه، وكمان زي ما بيحصل في حاله زواج مصري من اجنبيين. وده يعني هنا مش بنقول بقى زواج مدني لكل المصريين، ده اللي لسه معانا فيه شوط كبير يمكن ناخد له قرن ولا حاجه اذا عشنا يعني، ده مش هنتكلم فيه، لكن احنا بنقول ان يكون في زواج مدني للمواطنين المسيحيين اسوه باللي بيحصل. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ويعني زي ما شفنا التقرير وجهه نظر ايضا تم عرضها، وفي يعني كثير من وجهات النظر في هذا الامر. خلينا بس اخد تعليق الاستاذ كرم حول هذا التقرير، راي حضرتك في الكلام ده؟ كلام مرسل. واحد بيقول رايه الدوله تعمل زواج مدني ومش زواج مدني. طيب اذا كان حديثا او حديثا مرسلا فهناك حكم محكمه. مع احترام الحكم المحكمه، وقلت لحضرتك في بدايه الحلقه، مع احترام للاحكام، مع احترام القضاة مصر كل يوم في المحاكم المصريه. احترامك للاحكام ولا للقانون؟ للاحكام والقانون. احترامك للقانون كل يوم. طب انا طب اسال حضرتك سؤال، ال 10,000 حكم تقريبا او خمسه او سبعه اللي بتصدر كل يوم من المحاكم المصريه وبتتلغي في الاستئناف، ده ايه؟ ماشي، بس ده حكم اول درجه على عيننا وراسنا. ده مش درجه، ده طب رد عليا بس حضرتك. والحكم ولا اللي يرد عليك الاستاذ سعيد؟ ماشي. انا مش معنى حضرتك هو واحد يعني، ما انتوا فريق واحد. ليه يا فندم بتأيدوا صنفنا ليه؟ بتأيدوا حكم صنفت ليه؟ انا كنت وجهه نظر الغير. اوكي اوكي. الحكم المدني او سوري، مع احترامي للقانون واحترامي للاحكام، الحكم اللي بيصدر خاطئ حكم ولا مش حكم؟ وحكم محكمة الاستئناف اللي بتلغيه حكم، وحكم محكمة النقض اللي بيهد واحد في الاثنين او بيأيد واحد في الاثنين حكم. حضرتك قلت الكلام ده. لا، وكل الاحترام والتقدير. طيب حضرتك على الكلام ده ايه؟
لا انا الحكم خاطئ ويعني يعني لا لا ليس بمقدس يعني احترام. اذا كنا نتحدث عن القدسيه فهذا الحكم يخالف العقيده والشريعه. طيب وهو خاطئ من وجهه نظر الاستاذ طيب كرم. طيب انا طبعا هو كلام مرسل برضو لان انا معايا طبعا لان انا معايا حكم حاز حجيه ولا يوجد فرد او سلطه او جهه لها ان تنقض هذا الحكم او تطعن عليه. بالمناسبه القصه بتاعت المدنيه وقيام الدوله المدنيه وكذا والمواطنه والكلام ده بتغير لما نمس النقطه دي فكره الزواج المدني. احنا بنطبق قانون ولا بنطبق قوانين كنسيه؟ القوانين الكنسيه بتطبق داخل الكنيسه على عيني وعلى راسي ودي حريتها، لكن الكفر بالمدنيه وباحترام المدنيه خاصه في ايه؟ ان المدنيه لولا ان مصر مدنيه مش تمارس حضرتك حريه العقيده ولا ممارسه الشعائر اللي هي موجوده في الكنيسه. يا فندم اي مدنيه تتعارض مع عقيده وشرع غير مقبوله يا فندم. لا يا فندم، يعني اذا كانت هناك مدنيه، اذا كانت هناك تعليم تحرم وتبيح وتيجي حضرتك المدنيه تعكس هذا الامر تقول لي لا انا مع المدنيه، خلاص ولتخرج بره المسيحيه بقى. لا يا فندم، امال ايه؟ مش خروج على المسيحيه، المسيحيه مفيش ما فيهاش تكفير، يعني مفيش حد بيكفر حد، وبعدين ما فيهاش اجبار على اتمام كفر حد. لا قول اللي عملته ده شويه يا استاذ سعيد. لا طبعا شويتين. انا بثبت علاقه وفقا للقانون، وفقا لما بنيجي بقى نتكلم لما بيحصل اي مشكله فيها طرف مسيحي نتكلم عن العهد الدولي والمواثيق الدوليه ونرجع بقى نغير خانه الديانه من البطاقه وبتاع. طب هل انتوا عاوزينها مدنيه؟ انتوا مين؟ ولا يعني المحامين المدافعين عن هذا حضرتك او المتخذين موقف الدفاع عن الكنيسه مش قانونا عقائديا عقائديا يلام على هذا الامر طبعا. يعني طب خليك مهني يلام على اننا بنقول يطاع الله اولى اولى يطاع الله اكثر من الناس. يا فندم رجال الدين والمؤسسه الكنسيه عندها استعداد ترد ببيان زي ما ردت في اكتر بتحريم مثلا الدي جي و يا فندم كل مسيحي معني بالعقيده بتاعته. لا يا فندم احنا ازاي يا فندم؟ لا ازاي؟ لا ازاي مش معني ازاي؟ معني بالاولى زي ما قالت الاستاذه اللي عملت صفة ان انا اكون معني بهذا الامر. قالت لك طبق القانون، مالكش دعوه ان انت تكون حتى لو غصب عنك. يعني ما تقدرش تمنع في قداس العيد ان انت تقول مستسلم لهذا القانون. لا خلاص لا نقفل بقى السينمات والمسارح وكذا في اثناء قداس العيد عشان كل الناس تحضر. احنا هنمنع الناس، فالقصه مش بالمنع، القصه بالحريه، الحريه اللي حضرتك بتستمد منها حريه العقيده وحريه مارس الشعائر. الحريه بما لا تخالف الشريعه يا استاذ سعيد. على راسي من فوق، من اراد الحريه اللي تخالف الشريعه يبقى انحلال في اجبار في ممارسه الحريه اللي تخالف الشريعه فندي. يبقى زنا. حضرتك قلت شايف الحكم ده زنا؟ انا شايف اللي بيخالف الشريعه يبقى زنا. ده شايفه بيخالف الشريعه؟ اللي يتجوز بره الكنيسه يبقى زنا. قال ده بثبوت واقع زنا. اي وثمره هذا الزواج ثمره زنا. شايف ان هذا الزواج زنا؟ اي زواج هذا الزواج اللي صدر في الحكم هذا ليس زواج. حضرتك عايزنا اعترف ان هذا زواج؟ ده علاقه امراه وافقت ان تعيش مع رجل بعيدا عن الكنيسه. تسميه ايه؟ اسميه مخالف للشريعه. انت يعني مش مخالف حضرتك مخالف للشريعه بتدافع عن بتطبق الشريعه. استاذ سعيد انا القضيه مش شخصيه خالص. لا مش شخصيه. انت حاليا فندم اسمها سبوت الزوجيه. حاليا لو حضرتك هتتزوج بكره تتزوج في المحكمه ولا في الكنيسه؟ براحته. لا مش براحته. هو براحته مش براحته. حضرتك بتجاوب عنه ليه؟ الاستاذ سعيد براحته. حضرتك بتجاوب عنه ليه يا فندم؟ هو قدامك اهو. لا لا ما انا سالت رحت حضرتك قلت براحته. خلاص انا هو صور حضرتك في خلاص انا لا انا اسف بتجيبني انا في النص يعني. لا انا بقول له تتجوز بره. حضرتك راجل مسلم تتجوز في اي مكان انت حر. هو كمسيحي تتجوز في الكنيسه يا استاذ سعيد ولا بره الكنيسه؟ طيب هجاوبك على السؤال شخصياً. بس حضرتك تجاوب بقى، انت كان ايه رايك في الناس اللي في بعض الدول يعني وهي برضو تم الامر ده في 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 يعني سمعناه في الثوره. بس هتجاوبني ظهور بقى. هجاوبك ظهور جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المسيحيين. حضرتك بس ده كنت اخر. لا يا فندم حضرتك كنت ساعتها بتقول ايه؟ يعني لما بتسمع عن جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كنت بتقول ايه؟ مدنيه. ولو ان ده مش موضوع يا فندم انا مش عايز يبقى هنا غفور رحيم وهنا العقاب. لا استاذ سعيد خلينا في صلب الحلقه. انا مش انت بتقول انا بطبق الشرع. خلينا في صلب الموضوع. انت حضرتك ما جاوبتش على زواجك بس انا اسالك سؤال تاني في لب الحكم. اتفضل. ماذا لو ذهبت الى هذا القاضي الجليل في نفس المحكمه في نفس الدائره ومعاك حكم زواج لرجلين، اثنين رجاله عقدوا زواج على بعض
أو امرأتين أو آنستين. تمام. ماذا كان سيصدر القاضي؟ لا عارف ليه؟ ليه؟ مخالفته للنظام العام والأس... يا فندم شريعة. لا مخالفته لا الشريعة المسيحية في مصر تبيح زواج المثليين. النظام العام ولا الشريعة الإسلامية تبيح زواج المثليين. لا 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 هو قصة في القانون. والشريعة المسيحية لا تبيح هذا الزواج. ما هو الراجل بيكلمك بالقانون. بقانون أهو. قانون النظام العام يمنع في مصر هذا الأمر. يا أستاذ زواج المثليين. بس خلينا نرجع برضه ما ندخلش على موضوعنا بنتكلم عن الزواج المدني للمسيحيين. ما تدخلنيش في حتت زواج مدني اهو. لو انت رحت للمحكمة ذات نفس المحكمة بعقد حضرتك كاتبه بايدك رجل بيتجوز رجل او انسة بتتجوز انسة او امرأة بتتجوز امرأة وكتبت لهم حضرتك العقد القاضي كان هيصدر لك حكم اثبات الزواج؟ لا يا فندم عشان بيبحث في الشروط الموضوعية. اشمعنى ده ما بحث في الشروط الموضوعية هم مسيحيين ما نفس يا الشيء فندم يا فندم نفس الامر. بص انا هقول لك بقى على حاجة ما ان حضرتك برضو بتنسيني. لا ماذا ستتزوج؟ بص عقد الزواج شرعا في الكنيسه ولا خارج الكنيسه يا فندم؟ نص الماده بيقول كده عقد الزواج شرعا هو عقد رضائي يقوم بس انا مش هنسى السؤال برضه. طب ماشي اساله لي تاني. بس هو الموضوع مش شخصي يا استاذ. ما انا عارف انه مش شخصي. ما انت بتساله سؤال شخصي. لا مش شخصي انا بقول له لو هتجوز طرفين توثيق مش بقول له حصل ايه امبارح. طيب. انا عارف انه جاوب على السؤال ده علشان الاستاذ كرم. ايه هو السؤال؟ لو حضرتك قدر ليك انك هتتجوز بكره وانت لسه مش متجوز. لا انا متجوز وخلف. انا تفضل انك تتزوج في الكنيسة ولا خارجها؟ بقى انا ليه حرية يعني حرية الاختيار إذن ما بين إذن ما فعلته حضرتك تزوجت في الكنيسة يا فندم. هو في اجبار في المسيحية ليه على تاني يتجوزوا في الشارع يا فندم؟ هو في ليه في اجبار في المسيحية للتمتع بالاسرار المقدسة اللي هي السبعة اللي حضرتك بتقولها؟ في ايه؟ في اجبار يعني حضرتك مثلا سر المناولة او ولكن قلت عملي اقول ازاي قلت بحصولك على هذا الحكم. طب ايه المشكله؟ انا ثمرت هذا الزواج تروح فين؟ اللي بتروح فين؟ الكنيسه قالت. الكنيسه قالت او رجال الدين مش حضرتك. انا ما اعرفش حضرتك بتدي فتوى كراجل دين أنا مسيحي. لا أفتي. طيب حلو قوي. انا لا أفتي. انا بسالك. قال لك احنا حضرتك ما ردتش. طيب ما انا بجاوبك. احنا عشان وقتنا الابناء جاوب. مسيحيين نتاج هذا الزواج المدني الابناء مسيحيين. الكنيسه ترد هيتعمدوا هيتعمدوا. طيب على مسؤوليتك على مسؤول يا فندم يعني حضرتك توعد اصحاب هذا الحكم سين وصاد هجيب حكم ولاده هجيب حكم اخر بتعميد الاطفال بتعميد الاطفال. في نهايه اللقاء تحب تقول ايه يا استاذ كرم؟ تمام فندم. في نهايه اللقاء تحب تقول ايه؟ انا بقول لك الله يا مصر ولك الله يا شعب مصر وانا غير مقتنع بهذا الحكم لمخالفته الشريعه والدستور. غير مقتنع لكنه حقيقه هو اصبح حقيقة حاليا بس ربما النائب العام يطعن عليه ربما ده حقه وترفض هذا نقدم هذا التظلم للنائب العام والنائب يطعن عليه طبقا لنص المادة 250 من القانون يا استاذ سعيد. انت تعلق على احكام القضاء وترفض حكم القضاء كل يوم بقول لحضرتك كل يوم بيتم الغاء عشرات الالاف من الاحكام. مين اللي بيلغيهم؟ مش انا ولا القضاء انت. القضاء طيب. القضاء على ثلاث درجات في مصر. كلام اول درجة استئناف نقض في نهاية هذا هو القضاء. في نهاية اللقاء تحب تقول ايه يا استاذ؟ والله انا بقول انتصار زي ما كلنا بنطالب بموضوع دولة مدنية وبنطبق فيها بنحترم المواثيق الدولية اللي قالت ان لا ينعقد الزواج الا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا اكراه فيه. ده المادة 16 من الاعلان العام. ده قاعدة يعني قانون عام على قانون انساني. وقالت برضو نفس في نفس السياق في المادة 10 ومن العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه. هنتكلم على موضوع القانون. الحكم صحيح بنسبه 100% باطل باطل. طيب شكرا. واجب النفاذ تم توثيق هذا الزواج في مصلحه الحقوق المدنيه وكتب اسم الزوج على بطاقه الرقم القومي للزوج. ممكن يتم بلا شك ان ما زال الحكم يثير جدلا كثيرا في الأوساط المصرية سواء كانت مسلمة أو مسيحية. لكن الحكم عنوان الحقيقة الحكم صدر. لا يجوز الحديث عن الحكم أو التعليق عليه إلا أمام من أصدره أو أمام أو وفقا للقواعد القانونية. لكن بلا شك هناك فوضى في الشارع. هناك كثير من الأمور التي تحتاج إلى ضوابط فيما يخص الزواج المدني. لابد من وضع حل يكون مرجعيته إلى الكنيسة. لابد أن تتخذ ما يملي عليها القانون وما يملي عليها العقيدة. في نهاية اللقاء بتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ سعيد عبد المسيح المحامي ومدير المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان. شكرا لك أستاذ. شكرا فندم. شرفتنا ونورتنا. شكرا أيضا موصول إلى الأستاذ كرم غبريال المستشار القانوني والمحامي. شكرا لك. شكرا فندم. شكرا.
شكرا. اتمنى ما نكونش يعني تهمتنا بالانحياز ولا لا يا فندم. لا هو بس السؤال حضرتك رديت عنه وانا مسامحك. كلام جميل. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقه النهارده، سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. هذه تحياتي سامح البقري، شكرا لكم والى اللقاء. تحدي ايه تحدي ايه تحدي التحدي قوم ودافع عن رأيك والكل سامع قول لنا الأضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع وابن رأيك على الدليل قول لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي